Hello everybody, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهواء. أعزائي طلابي في كل طلاب المرحلة الابتدائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء، مادة اللغة الإنجليزية. The last episode اللي هو الحلقة اللي فاتت احنا خدنا we had unit 4، طبعا كملنا unit 4 وخدنا اللي هي بعض الكولوكيشنز زي take collocation زي take a nap we have a test it's today we are gonna to have هناخد اللي هو ال reading time. احنا عارفين دايما اللي في كل يونت اللي هو reading time اللي هو القطعة الباسج المهمة جدا. النهاردة جاينا الباسج على هيئة ايميل، واحنا شرحنا الايميل المرة اللي فاتت و what's the difference between it and the letter، ازاي نكتب الليتر وازاي نكتب الايميل. دلوقتي احنا عندنا الباسج على هيئة على هيئة ايه اللي هو الايميل اللي هو الكسندريا، الكسندريا اللي هي محافظة اسكندرية، ونتكلم على اللي هي the library of it اللي هو الكسيا library اللي هي مكتبة القراءة، وهناخد برضو اللي هو الاكتور اللي هو فيموس اكتور اللي هو احمد السقا بعد النيو فوكاب الخاصه بكلمه باللي هو النجم، وازاي هاو تو ميك ا ريهرس. ليتس ستارت. اول حاجه احنا عندنا عنوان الباسج الكسندريا، كلنا عارفين الكسندريا وهي الابريفيشن بتاعها اللي احنا دايما نقول اليكس. هاي ايمان، هي بتكتب كاتبه ايميل هاي ايمان، احنا قلنا هاي بلس اسم المرسل الي، اسم المرسل إليه إيمان، يبقى أكيد صاحبتها اللي هي بعتلها اسمها إيمان. I am having a good time in Alexandria with my family. يعني هي دلوقتي تستخدم اللي هو present continuous. ليه بنستخدم present continuous؟ هي للتعبير about future، يعني هي to express about future، عشان تعبر عن future هي لسه اللي هي بتعمل حاجة لسه هتخطط ليها، ويبقى استخدم اللي هو you're going to اللي هو going to اللي هو am is are plus going to plus infinitive، أو نستخدم present continuous اللي هو am is are plus verb plus ing. I am having a good time in Alexandria with my family. يعني أنا يعني بقضي وقت لطيف في Alexandria. كلمة have بتيجي مع time good، يبقى have a good time have a nice time. After that عندي إيه؟ We visited the library yesterday. We visited هنا عشان هي بتتكلم عن حاجة اللي هي خلاص زاروا اللي هي library مكتبة اسكندرية yesterday، يبقى we visited وده فعل منتظم. Today we visited Kite Bay. المفروض هي بتستخدم today، يبقى ممكن نستخدم we are visiting أو we are going to visit Kite Bay Citadel، لكن هي بتتكلم اللي هي today اللي هي زارتها الصبح مثلا. We visited Kite Bay Citadel يعني قلعة Kite Bay مشهورة طبعا. It was fun. Fun يعني كان الزيارة، بتتكلم على الزيارة بتاعتها اللي هي كانت ممتعة جدا. It was fun. After that احنا in the afternoon في وقت الظهيرة we visited a film studio، احنا رايحين نزور فيلم لصناعة الافلام. they make all kind of films in the studio يعني في الظهيرة. هي طبعا اول حاجة عملوها هي بتقول I am having a good time in Alexandria، يعني هي بتستمتع بالوقت في اسكندرية. we visited اللي هي قايد باي سيتاديل اللي هي قلعة قايد باي. بعد كده قالت in the afternoon في وقت الظهيرة we visited a film studio، يعني احنا زرنا فيلم استوديو اللي هو مكان لصناعة ال هو where it is a place where actors and actress make rehearse، يعني بيعملوا بروفا على الأفلام، يعني they make all kinds of films in the studio، بيعملوا كل أنواع الأفلام في الاستوديو. Today they were an adventure film. هي بتتكلم زي عايدة على اللي هو الممثلين، يعني they were making an adventure film. في collocation عندي جديد اللي هو make بتيجي مع الأفلام، make a film أي فيلم بقى any kind of film adventure film comedy film horror films it's أي حاجة من الأفلام من أنواع الأفلام بيجي معاها make verb make an adventure film، يعني بيعملوا فيلم عن المغامرة. أكيد طبعا إحنا عارفين المشهور الفيمس أكتر عندنا in Egypt اللي هو about an adventure film اللي هو أو adventure films اللي هو أحمد السقا. دلوقتي جايب لي صورة أحمد السقا وبيتكلم عن الأدفنتشر فيلم، بيقول وي واتش ذا أكترز
actors rehearse. We watched, يعني احنا شاهدنا the actors rehearse. rehearse كلمة جديدة اكتبها ودايما منذكرك بيها. كلمة rehearse اللي هو ممكن تيجي as a verb or as a noun اللي هو ممكن اللي هو يعمل بروفا او ممكن البروفا ذات نفسها. We watched the actors the actors rehearse. rehearse يعني بيعملوا اللي هو بروفا. It was so cool, يعني so cool يعني هي كانت cool جدا يعني لطيفة equal nice. Then we talked to أحمد السقا. أحمد السقا طبعا احنا بنكتبه عشان هو مشهور famous actress, actor in Egypt with اللي هو adventure film. يعني adventure film اللي هو بيعمل مغامرة. احنا شايفين اللي هو دايما بيبقى فيه بعض المخاطرة يعني risk يعني. Well, then we talked to أحمد السقا. احنا اتكلمنا مع أحمد السقا. The film star. film star يعني اللي هو نجم سينمائي. He is really nice. He is really nice يعني هو حقا لطيف. After that tonight, هي هنا tonight من كلمات الدالة على gone to. gonna تقول اللي هو ايه اللي هو tonight with this evening. وكلمة next. next اللي هو next. next احنا اللي يعني بتدل على الفيوتشر. الفيوتشر سامبل باستخدام جاون تو اللي هو ام از ار بلس جاون تو بلس الانفينيتيف. دلوقتي احنا معانا تليفون. الو 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 ميسا عندي سؤال. اتفضل. هو الكومة في الايميل بتتحط قبل الاسم في الاول ولا بعد الاسم؟ واحدة واحدة. الاول واتس يور نيم؟ انا محمد. From where محمد؟ ايه؟ From where منين؟ من القاهرة. منين؟ من القاهرة. اهلا بيك محمد. الاول question بتاعك انت عايز تعرف الكومة بتتحط فين؟ انا عندي سؤال. اتفضل. هو اللي الكومة في الايميل بتتحط قبل الاسم ولا بعد الاسم؟ في rehearse هو انا احنا عارفين دايما ان في حاجة اسمها possessive. يعني ايه possessive؟ ضمير الملكية. ضمير الملكيه احنا عارفين مثلا انت اسمك محمد. انت انت ممكن تبقى في يوم من الايام فيمس اكتر فانت هتعمل ايه؟ محمد ريهيرس يعني اللي هي دي عايده عليك انت عايده عليك. فهنا هو بيقول اكترز 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 اللي هي الممثلين الممثلين. فقال اكترز ريهيرس ريهيرس. ممكن احط الابوستروف ممكن اقولها اكتبها لك على الداتا. فور اكزامبل اقول محمد الابوستروف اس دي بتدل على الملكيه. اوكي بتدي محمد ريهيرس. اوكي كده انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ريهيرس. ريهيرس يعني ايه؟ يعني الحاجه تبعك انت. فهو هنا وي واتش ذا اكترز ريهيرس. المفروض ذا اكترز كده ريهيرس. اوكي لا ميس انا مش قصدي على دي. مالك. انا قصدي يعني في الايميل. الايميل اللي نكتب اول حاجه نكتب هاي والاسم. هاي انا قصدي هاي بلس اسم المرسل اليه. انت دلوقتي بعت يا محمد انت هتعمل اتفضل الكومة بحطها قبل الاسم اللي انا هحطه ولا بعديه؟ قبل الاسم. قبل الاسم. قبل الاسم يعني مش بعديه؟ لا 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 قبل الاسم. اوكي ميرسي ثانك يو باي باي. اوكي يبقى الكوما الكوما مش الابوستروف. انا بتكلم هو بيتكلم على الكوما. الكوما يبقى حطها قبل الاسم قبل النيم. افتر ذات احنا بنقول بعد كده احنا بنتكلم على اللي هو بنكمل. وي ار جوين تو كومبليت تو نايت. وي ار جوين تو ايت دينر ات ا نايس ريستورانت. وي ار جوين تو جو تو ذا بيتش تو داي. اوكي يبقى انا دلوقتي بيتكلم تو نايت. تو نايت يعني هذه الليله. We are gonna going اللي هي طبعا سوف. احنا بنستخدم سوف عشان هو بيتكلم لسه هيعمل حاجه فبنستخدم اللي هو الفيوتشر شامبل باي يوزنج اللي هو going to. بعديها الانفينيتيف تو بلس الانفينيتيف فهو we are going to eat dinner at a nice restaurant. يعني احنا هناك هناخد الايه؟ هنتناول الايه؟ الدينر at a nice restaurant يعني في مطعم لطيف. We are going to go to the beach tonight. I can't wait. واحنا هنروح الايه؟ البيتش النهارده. tomorrow I can't wait. يبقى في عندي دلوقتي القطعه ديت او الباسف دي دمجه بين كذا زمن.
الاولاني اتكلمت على استخدام ام بلس الاي ان جي اللي هو البريزنت كونتينوس، وبعدين اتكلمت على الباست سيمبل، وبعدين اتكلمت على الفيوتشر سيمبل باي جوين اي باستخدام جوين تو. طيب دلوقتي احنا استخدمنا اول حاجه اللي هو البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، فقلنا المضارع المستمر بيعبر عن حاجه بتحصل دلوقتي او ممكن استخدمه فور بلاننج، يعني بلاننج اللي هو حاجه للتخطيط اللي انا هعملها. اوكي، في كمان هي اتكلمت على الباست سيمبل الزمن الماضي بسيط عشان هي هم زاروا القايد بيت سيتادل وزاروا برضو اللايبرري اللي هي، فخلاص بيستخدم الباست سيمبل. دلوقتي هي لسه هيعملوا حاجه اللي هم ايه، هيتعشوا او هياخدوا العشاء، العشاء بتاعهم في نايس ريستورانت، فبتقول تو نايت، تو نايت يعني هذه الليله، وي ار جوين تو ايت او وي ار جوين تو هاف اور دينر ان مثلا ا نايس او ات ا نايس ريستورانت، في مطعم اللي هو مطعم لطيف. بعد كده قالت اي كان وي ار جوين تو جو تو ذا بيتش تومورو، وهيروحوا بكره اللي هو البيتش اللي هو الشاطئ طبعا، فهنا استخدموا جوين تو، وبعديها اي كانت ويت يعني انا ما اقدرش انتظر. سي يو اون ساندي، سي يو اون ساندي يعني هنشوفكم نشوفك اللي هو نيكست ساندي ده اللي هو الاحد القادم. ولاف، وقلنا دايما السيجنتشر في الاول ممكن تكتب يورز، ممكن تكتب لاف، لاف واسم الايه؟ اسم المرسل بقى، اسم المرسل اللي هو مش اسمك انت، الاسم اللي هو جايبه، اللي انت اسمك ايه؟ وخدنا ازاي نكتبه، اللي هي اسمها منى، اللي بتكتب اسمها منى. بعد كده ادي شكل الايميل، شكل الايميل هاي، وقبل احنا شايفين اهوت قبل الاسم اللي هو محمد كان بيتكلم هاي، والاسم قبليه الكاما. قلنا الكاما بتيجي في فرق بين الكاما والابستروف، الابستروف اللي هي من فوق، والكاما اللي هي من تحت، اللي هي ابستروف بتيجي مع ام واز وار اللي هو الابريفيشن بتاعها الام الابستروف ام واس ابستروف اس اللي هي اختصار لايز او اختصار لهاز اللي هو بعدها تصريف ثالث او بعدها جوت، وفي حاجات كتير طبعا ليها، وبقى مع دونت مع النفي. الكاما اللي هي من تحت اللي هي بتيجي قبل الاسم وقبل بليز وقبل بات. اوكي، فهنا شايفين احنا شكل الايميل عامل ازاي، هاي وبعديها كاما عشان بتقول هاي ايمان اسم المرسل اليه، وقلنا اسم المرسل اليه ده اسمنا اسم شخص، اسم شخص، فهنحط قبله الكاما. اوكي، زي ما احنا شايفين هاو تو رايت ان ايميل بيجي لي الشكل كده، بكتب هاي وبعدين الكاما وبعدين اسم الايه، اسم المرسل اليه، وهو طبعا بيكون جايب لك المعلومات كلها الخاصه بالايميل. والسيجنتشر، السيجنتشر اللي هو الامضاء، ممكن تكتب سي يو سون بس، ممكن تكتب مثلا يورز، ممكن تكتب لاف، اي حاجه من اللي انت بتعرف تكتبها، بس اهم حاجه تكتبها صح. ولاف، لاف اللي هو لاف اللي هو ايه مع حب يعني، ومونا اللي هو اسم المرسل، الاسم المرسل اللي هو اللي كاتبه الايميل. بعد كده هنكتب الورد تايم، يعني ايه وورد تايم؟ الكلمات المهمه اللي كانت موجوده في اللي هو الايميل اللي احنا خدناه. اول حاجه عندي كلمه فاميلي، فاميلي يعني عيله، وقلنا ماي فاميلي كونسيستس اوف، يعني ايه كونسيستس اوف؟ تتكون من مام، داد، براذر، سيستر، بيبي، ماي جرانبا، ماي جراما، يعني بتتكون من ايه. كلمه هاف ا جود تايم، وقلنا هاف بتيجي مع حاجات كتير جدا، هاف بتيجي مع الميلز، وهاف بتيجي مع كلمه جود تايم ونايس تايم، وهاف بتيجي مع اي حاجه بتتاكل واي حاجه بتتشرب، ممكن تيجي يعني انستد اوف يعني بدلا من درينك او eat، have a good time أو have a nice time. After that فيلم استوديو، فيلم استوديو يعني فيلم لصناعة الاستوديو، لصناعة الأفلام، زي ما احنا شايفين البيكتشر ديت، الصورة دي لو جات لي في الإكزام بيقول لك write four sentences، اكتب أربع جمل، هتقول this is مثلا a film studio يعني the film studio، or we can see أو there are actor and actress they make rehearse I مثلا I have a nice time. okay ادفنتشر زي شايفين علاء الدين، علاء الدين اللي هو دلوقتي كان ايام زمان، بقى دلوقتي بقى في ادفنتشر فيلم اللي هي مغامره اللي بيكون فيها ريسك، مخاطره، ممكن حد كلايم يعني بيتسلق من مكان عالي، اللي هو بيعمل تشيس يعني بيطارد شخص ما، تشيسز. اوكي، افتر ذات عندي كلمه ريهيرس، زي ما احنا شايفين كلهم في اكترز واكترس، اكترسس اللي هو الممثلين والممثلات، وفي ميك ريهيرس يعني بيعملوا بروفا. اكتر ممثل فور مان، وفيلم ستار زي ما احنا عارفين احنا كلنا وي لايك احمد السقا، هي از ا فيمس فيلم ستار يعني ممثل او نجم مصري مشهور يعني. بعديها
library library يعني مكتبة قراءة، واحنا عارفين Alexandria library يعني مكتبة اسكندرية. ادي صورة مكتبة اسكندرية طبعا احنا عارفينها موجودة، it is in Alex. After that Kite Bay Citadel، Kite Bay Citadel اللي هي قلعة Kite Bay موجودة in Alex، ودي من مانيمنتس يعني من الآثار. في كلمة بيتش، بيتش يعني الشاطئ، عارفين أي أي بلد ساحلي فبيكون فيها شاطئ بيتش أكيد طبعا، ونقول we are going to the beach أو in summer holiday on summer holiday في أجازة أجازة الصيفية. ندخل على structure اللي هو ال past continuous دلوقتي. يعني ايه past continuous؟ دلوقتي احنا اتكلمنا أكتر من حاجة، اتكلمنا في القطعة كان اتكلمنا على الباست سمبل واتكلمنا على going to، دلوقتي هندخل على الباست كونتينيوس. يعني ايه باست كونتينيوس؟ ان اكشن حدث هابن هابند ان ذا باست اند توك تايم، حصل في الماضي واخذ فترة زمنية. الكلمات الدالة بتاعته اي زمن من قلنا ليه عيلة، العيلة بتاعته هي اللي انا بعرف اتكلم فيها باخد الزمن ايه. العيلة بتاعت الزمن الماضي المستمر هو شكله اولا was where، ونحط الفيرب ing. طيب مع I و he و she و it او اي حاجة singular مفرد باخد was واحط الفيرب ing، مع they we و you او اي حاجة plural باخد where واحط الفيرب ing. طيب الكلمات الدالة، كلمة yesterday لوحدها بتدل على past simple اللي هو اخره ed واتكلمنا عنه اكتر من مرة. لو حطيت لها all yesterday قبلها كلمة all يعني انا بتكلم عن past continuous، وفي عندي وقت محدد limited time يعني for example انا امبارح كنت نايم من الساعة 7 للساعة 9، اتكلم في الباست كونتينيوس يعني زمن الماضي المستمر. يبقى الماضي المستمر بيبقى كي ووردز الكلمات الدالة بتاعته كلمة يسترداي لوحدها باست سمبل، لكن اول يسترداي بتدل على الماضي البسيط. في حاجة اسمها وقت محدد ليمت تايم، انا بحدد الساعة كام، من الساعة كام للساعة كام او الساعة كام بس نوت ناو او نوت توداي، مش النهاردة، ممكن الصبح، ممكن مش دلوقتي، المهم مش دلوقتي يعني حاجه في الماضي. فور اكزامبل اقول I was sleeping يعني انا كنت نايمه from 7 to 9 o'clock yesterday، انا كنت نايمه من الساعه 7 للساعه 9 امبارح. فور اكزامبل اقول it was raining يعني الدنيا كانت بتمطر at 7 o'clock yesterday. كده حددت وقت، حددت الوقت، يبقى اخد past continuous ماضي مستمر، ماضي مستمر باختصار was where واحط الفيرب ing. طيب فور اكزامبل اقول لك we were watching we were watching مثلا TV all yesterday، ما قلتش yesterday لوحدها، لو yesterday تبقى watched ايدي، لكن all yesterday ياخد الفيرب فيه ing. الكلمات الداله بتاعته all yesterday الوقت المحدد اللي هو limited time، قلت at 7 o'clock حددت الساعه امبارح، او قلت from 7 to 9 from 1 to 2 o'clock، كده انا حددت الوقت يبقى اخد was where واحط الفيرب ing. في كلمات ثانيه زي كلمه when معناها لما او عندما، وكلمه as و just as و while معناها بينما، و as معناها بينما، just as معناها احتوا. اوكي دي كلهم as و just as و while هم نفس اليوسج، نفس الاستخدام، دايما يجوا وراهم الباست كونتينيوس اللي هو الماضي المستمر، لكن when بتدل على الباست كونتينيوس بس بيجي وراها الباست سمبل اللي هو زمن الماضي البسيط. يلا let's have examples. I was making a kite، انا كنت بنعمل كايت، او he او she او it، أو مثلا قول he was drinking milk، هو كان بيشرب milk، أو she was أو it was. Another one we أو you أو they طبعا بياخد where، وأقول نفس الإكزامبل making a film. أدخل دلوقتي على زمن مختلف تماما اللي هو استخدام going to. إيه الفرق بين ده وإيه الفرق بين ده؟ الكلمات ده حصل امبارح لكن ده لسه هيحصل، لسه بخطط له. استخدام going to بستخدم planning التخطيط، او بستخدم الاتنشن النيه دي كلها بستخدم، او الارنجمنت الترتيب دايما بستخدم going to and is are، واحط going to ثابته وبعديها الانفينيتيف. يلا ناخد اكزامبل. I am او he، I بتاخد am وهي وشو ات بياخدوا is، وبعديها going to دي ثابته على طول بمعنى سوف، بيجي وراها الانفينيتيف. فور اكزامبل قلت I am going to visit the museum، he is going to visit the museum، she is going to visit the museum. اوكي tonight، tonight من الكلمات تدل على الفيوتشر سمبل by using going to، او tomorrow او when I grow up او next او ليتر، دي كلها بتدل على اللي هو الفيوتشر سامبل. النير اسمه ايه؟ يعني ايه نير؟ يعني قريب مش بعيد، في الفار اللي هو البعيد، في نير اللي هو قريب. يبقى احنا عارفين في ويل بلس الانفينيتيف يعني اللي هو الفيوتشر، وفي جون تو
اللي هي بتدل على الفيوتشر، في طبعا اللي هو انت هتاخدها ان شاء الله في مرحله البريب اللي هو البريزنت كونتينوس، هنستخدمه امتى في التعبير عن الفيوتشر. خلينا دلوقتي في ويل وفي جوين تو. ويل اسمها فار، يعني فار بعيد، فار فيوتشر يعني لسه بعيد، يعني المستقبل بعيد. لكن النير فيوتشر هو استخدام جوين تو باستخدام ام از ار، ونحط جوين تو دي ثابته ما بتتغيرش، اللي بعديها اللي قبلها هو اللي بيتغير واللي بعدها هو اللي بيتغير، بلس تو بلس الانفينيتيف. فور اكزامبل انا دلوقتي بالليل هروح السينما، بالليل اسمها this evening او ممكن نقول tonight. اقول I am going to مثلا go to the cinema this evening، انا هروح السينما بالليل. I am going to have ice cream tonight، هاخد اكل ايس كريم بالليل. I am going to have to watch a film tonight، هذه الليلة. كلمة later برضو يعني فيما بعد، وكلمة when I grow up يعني لما اكبر. واحد في سنك نفسه يطلع مدرس، او ممكن نفسه يطلع دكتور، فعايز فبيتكلم عادي بيستخدمها للبلانينج، فهو اشتغل على نفسه دلوقتي وبيذاكر انجلش وبيذاكر ساينس وبيذاكر المواد الدراسية كويس، فبيقول ايه؟ when I grow up يعني لما اكبر، I am going to be a doctor يعني عايز ابقى ايه؟ دكتور. انت اوريدي ما طلعتش دلوقتي، انت في دماغك او في نيتك او بتخطط اللي انت تطلع دكتور، فبتقول I am I plus am I am going to دي ثابته، to be ده الانفينيتيف من ام از وار، عايز اكون a doctor when I grow up يعني لما اكبر، يعني لما اكبر. انا فور اكزامبل شايفه برضو ولد قدامي اكسلنت في الماس، فاقول ممكن يطلع مهندس، فاقول هي از جوينج تو بي ان انجينير وين هي جروس اب لما يكبر. يبقى في كلمات الداله، كلمه تو نايت، كلمه تومورو، كلمه ليتر، كلمه ذيس ايفنينج، كلمه نيكست. فور اكزامبل اقول لك نيكست ويك او نيكست فرايداي اي ام جوينج تو فيزيت ماي جرانبا، انا هزور جده، يبقى استخدمت نيكست يعني الكلمات، الكلمه بتدل على القادم او اللي جاي. ادي عندي الاكزامبلز اللي هو ان از ار، واحط جوينج تو ثابته، وبعدين الانفينيتيف. We, with they, we, you, plus are, we going to, plus go to the beach, مثلا, tonight or tomorrow. Along the function and enjoyment, اما تدل اللي انت مستمتع بحاجة, او مبسوط بحاجة. For example, اقول لك have fun, I have fun. انا دلوقتي مبسوطة معاكم في الحلقة, اقول I have fun, انا مستمتعة معاكم. لكن هنا بيقول it was fun. was fun يعني بيدل على الماضي، هو زار مكان ما والمكان كان ممتع بالنسبه له، فبقول it was fun. او ممكن استخدم have او had على حسب السبجكت. اوكي okay. it was so cool يعني so nice، يعني الموضوع كان كويس او نايس nice او لطيف. اوكي okay. after that excitement يعني انا يعني excitement حاجه بتدل على الشغف. هي بتقول we are going to go to the beach I can't wait يعني انا مش قادره استنى. دلوقتي مثلا مامتك جايبه لك present هديه، فانت عايز تعرف ايه الموضوع. لا I can't wait يعني انا نفسك تعرف الموضوع ده. can't wait يعني لا يتحمل او لا يمكن الانتظار، بتدل على excitement يعني الاثاره. حد مثلا بيقول لك we are going to watch a new film، احنا هنتفرج على فيلم جديد، فواحد تاني I can't stand او I can't wait يعني كلمة stand يعني كانت stand يعني لا يتحمل. هنا اسمها I can't wait يعني انا مش قادر انتظر، يعني نفسه يعمل الحاجة ديت بسرعة. احنا دلوقتي النهارده خدنا اللي هو reading time، واحنا دايما بنركز ونقول reading time عشان بيجي منه اللي هو write for sentence او write a paragraph of four sentence يعني اكتب paragraph من اربع جمل، واحنا بنركز عليه دايما في اللي هو time for موجود، لان القطع ديت بيجي منها في الاكزام ضروري، بيجي منها في الكولوكيشن، او بيجي مثلا زي احنا خدنا make rehearse بيجي معاها make ولا do ولا have، بيجي معاها طبعا اللي هو make rehearse اتسي، وطبعا بيجي منها اللي هو ألكساندريا لايبراري مثلا كلمات جديده، دي ايه كايت بيت سيتاديل، بيجي منها الحاجات اللي هي الاماكن المشهوره، وبيجي منها الري ارينج. الوقت عدى معاكم بسرعه، اتمنى تكونوا هاف ا نايس تايم وذ ذات وذ اس يعني تكونوا استمتعتوا بالوقت معانا. ان شاء الله وي ار جون تو سي يو نيكست تيوزداي فروم 3 تو هاف باست 3. ثانك يو اند جود باي.